الأستاذ دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة والبطن بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. يعني يسعدنا دائما التواصل مع حضرتك، ولكن يعني لا يسعدنا أن كل مرة نتحدث عن مرض جديد وعن خطر جديد. حجم هذا الخطر في مصر إيه يا دكتور أشرف؟ في البداية لازم نعرف الأول أن الإصابة بالفطر الأسود هي عدوى انتهازية، وأنها مرض غير معدي، ولكن هو مرض بيجي نتيجة انتهاز هذه الفطريات لضعف المناعة في المصابين، وبالتالي بيحصل نمو للفطريات. طبعا في جائحة كورونا ظهرت حالات فيها مشاكل بتحتاج الحقيقة أن احنا نديها مثبطات للمناعة. ومثبطات المناعة دي هي أدوية بتقلل من رد الفعل المناعي، وخاصة من الناس اللي عندهم عاصفة السيتوكينات. عندهم إيه يا فندم؟ عندهم عاصفة السيتوكينات، يعني بيحصل فرق في رد الفعل المناعي، زيادة في رد الفعل المناعي عندهم. وبالتالي إذا حبينا نعرف عاصفة السيتوكينات دي، نقول إنه في حالة إصابة أي شخص بعدوى، المفروض إنه بيطلع بعض الكيماويات اللي بتحاصر المرض وتحاول إنها تموت الميكروبات دي. لكن في بعض الأحيان بيكون الكيماويات دي كتير قوي، زيادة عن اللزوم، فعشان كده بنسميها بالعاصفة لأنها طلعت بكمية كبيرة. لما بتحصل عاصفة السيتوكينات بنضطر إن احنا ندي للعيان مثبطات للمناعة، حاجات يعني بتقلل المناعة، بالظبط تقلل شوية من رد الفعل ده. كويس. فلما بندي الأدوية دي ممكن بقى ده يحصل معاه نمو للفطريات، وده اللي حصل يمكن في الهند في الفترة الأخيرة. طب هل يا فندم احنا ما شفناش في خلال السنة وشوية اللي احنا بنعالج كورونا فيهم، ما شفناش حالات من هذا النوع وعرفنا ايه تشخيصها؟ الحقيقة الحالات دي حالات نادرة، لأن زي ما قلت هي بتتطلب أنه يبقى في ظروف خاصة، يعني أنه العيان يكون عنده نقص في المناعة شديد. زي مثلا إحنا بنشوفها مش بس في كورونا، لكن في بعض الحالات اللي بيبقى عندها نقص شديد في المناعة، زي مثلا مرضى الإيدز أو مرضى السكر الغير منضبط، أو الناس اللي بتاخد علاج كيميائي أو إشعاعي وحالة المناعة عندهم ضعيفة. في الحالة دي بيحصل نمو في الفطريات، ممكن بقى تكون منها حالات الفطر الأسود ده، ودي ما هياش جديدة، إنما زادت في الفترة الأخيرة إن احنا نسمع عنها ونشوفها مع الظروف اللي حصلت في الهند، وكمان نتيجة ظهور السلالة الجديدة بتاعت الهند اللي عملت إصابة لأعداد كبيرة جدا، اضطرت إنها تخش المستشفيات والرعاية المركزة. طب دكتور أشرف، يعني الفطر ده بيبقى ظاهر للعين المجردة، بيبان فيه حاجة؟ ده سؤال. والسؤال التاني، يعني ايه الأجزاء اللي ممكن تكون أكثر عرضة للإصابة؟ هل هي التهابات جلدية؟ هل هي حاجات داخلية؟ تمام. أنا بس عايز أنوه هنا عن حاجة مهمة، إنه دلوقتي بدأ كمان يتوصف أنواع تانية من الالتهابات الفطرية مع حالات كورونا، زي مثلا الفطر الأسود اللي احنا بنتكلم عليه، لكن كمان في الفطر الأبيض والفطر الأصفر. والفطر الأسود هو بيصيب الوجه وعظام الفكين وكمان الجهاز التنفسي العلوي، يعني التجاويف الهوائية بتاعت الجيوب الأنفية، وبعض الأحيان بيمتد إلى أنه يصيب العينين والمخ. بالنسبة للفطر الأبيض ده بيصيب الرئة في المقام الأول، وبتبقى أعراضه زيادة في الأعراض بتاعت حالة كورونا. يعني ممكن نلاقي العيان اللي عنده كورونا وأصيب بالفطر الأبيض، بدأت الأعراض بتاعته تزداد نتيجة كمان وجود التهابات فطرية إلى جانب التهابات كورونا موجود. أما أخيرا الفطر الأصفر، واللي تم فعلا وصفه في الحالات اللي برضو مصابة بكورونا، هي نتيجة أنه في نمو داخلي لبعض الفطريات بتصيب الأحشاء الداخلية، وبتخلي العيانين في الحالة دي بيشتكوا من هزال وضعف وفقدان للشهية، إلى جانب أنهم بتصيب الأعضاء الداخلية بتؤدي إلى فشل في وظائف. طيب دكتور أشرف، يعني هل حضرتك قلت أنه هو مش معدي،
هل تجنب الإصابة يأتي فقط عن طريق الاهتمام بالمناعة والأكل المتزن والنوم الكويس والحالة النفسية، ولا في وسائل أخرى؟ وإحنا عارفين إن الإصابات في مصر تكاد تكون منعدمة يعني. تمام، هو زي ما حضرتك بتقول، ونوهت طبعا وزارة الصحة في منشوراتها دلوقتي على إنه النظافة شيء مهم جدا جدا، والابتعاد عن الرطوبة والأماكن الرطبة اللي ممكن ينمو فيها الفطر. وبالتالي لازم يكون كل ما يحيط بالمريض اللي بيعاني من كورونا، وخاصة إذا كان بياخد أدوية من مثبطات المناعة، لازم يكون في درجة رطوبة معتدلة، ما تكونش رطوبة عالية، وفي نفس الوقت إنه هذا المريض كمان لازم يهتم بالنظافة ونظافة كل ما يحيط به، يعني من جو وأكل ممكن إنه هو يتناوله علشان ما يحصلش أي عد يعني أي نمو لهذه الفطريات. المنشور اللي نازل النهاردة من وزارة الصحة بيأكد إن البروتوكول هو خاص بالأدوية اللي بتعالج الفطريات، صح كده؟ ولا هل إلى جانبها الأدوية بتاعت كورونا برضو؟ بالنسبة طبعا العيان بتاع كورونا لازم هياخد الأدوية بتاعته، لكن تمام. كمان بالنسبة ليضاف للعلاج علاج للإصابة بالفطر الأسود أو بالفطريات عموما. في الحالة دي المفروض أنه بيتم علاج الفطريات دي يا إما بالقشط أو بالإزالة الجراحية، وده بيضاف إليه كمان أدوية متخصصة في علاج الأمراض الفطرية. الأدوية دي عادة بتعطى عن طريق الحقن، وبتستغرق العلاج بيها من 4 إلى 8 أسابيع. طب ليه العزل إذا كان المرض غير معدي يا دكتور؟ هنا طبعا لأنه هذه الحالات إذا كانت موجودة جنب بعضها، يعني والمكان اللي موجود فيه ممكن يكون في رطوبة وحالات فيها نقص في المناعة جنب بعض، ممكن في الحالة دي هذه الحالات ينتقل فيها الفطر ويعدي الأشخاص أصحاب ضعف المناعة اللي هم موجودين في نفس الغرفة. فإذا كان مثلا في عيان محطوط على جهاز تنفس صناعي أو موجود في المستشفى وعنده التهاب فطري بالفطر الأسود ده، يجب ان احنا نخلي بالنا ما يكونش في مريض تاني عنده برضه نقص في المناعه، او بياخد كميات كبيره من الادويه مثبطات المناعه زي الكورتيزون او الادويه البيولوجيه اللي بنستخدمها، او اذا كان مريض بيعاني من سكر غير منضبط الى حد شديد، او ان هو مريض من مرضى اللي بياخدوا العلاجات الاشعاعيه او الكيماويه، خاصه مرضى الاورام. طيب يا فندم، هل ممكن ان تلوث انابيب الاكسجين او نقل استخدامها من شخص لشخص يسبب الاصابه بهذا الفطر؟ بالنسبه للاكسجين، هي مش الاكسجين هو اللي بيعمل، وانما دايما الاكسجين الرطب بيعدي من خلال قاروره زجاجيه او قاروره بلاستيكيه كده بتحط فيها ميه. الميه دي لازم تكون ميه نظيفه، لانه بعض طبعا. الاحيان وده اللي حصل في الهند، وكان سبب مهم من انتقال هذا الفطر لبعض الحالات بشكل متكرر، انه ما كانش فيه اهتمام بشكل جيد بنظافه الازازه البلاستيك اللي بتنقط دي. بالظبط كده، الرعايه الصحيه اللي بتقدم للمرضى، المفروض انه كل الحاجات دي لازم انها تكون شخصيه ويكون معقمه وما يكونش فيها اي عدوى، سواء بميكروبات او فطريات او غيره. طب اخيرا يا دكتور، عايز اسال حضرتك، اذا كان الموضوع ده خارجي وبنشوف الفطر وممكن يتعالج بالقشط زي ما حضرتك تفضلت، ايه اللي يخليه يصل، يعني قريت تصريح اول امبارح انه يمكن انقاذ نصف المصابين بالفطر الاسود في الهند اذا ازيلت عظام الفك السفلي او العلوي، او كمان اذا كان احتاجنا ازاله العينين. ده موضوع خطر يخوف جدا يعني. هو الفكرة انه لما بيحصل اصابة بالفطر بيعمل تحلل للانسجة، وبالتالي الانسجة دي بيحصل انها تتلف، لانه الانسجة تالفة وغير يعني ما هياش حيوية، فبالتالي يجب ان احنا نزيل هذه الانسجة اللي تم اصابتها بالفطر، سواء اذا كانت سطحية او عميقة. فإذا كانت عميقة يبقى حيتم الإزالة في الجلد، وبعض الأحيان عظام الفك، وممكن كمان إزالة العين إذا اضطر الطبيب المعالج إنه يلاقي التهابات
بالفطر الأسود في هذه المناطق. مشكورك جدا يا دكتور، يعني جزيل الشكر لعلم حضرتك الغزير دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة والبطنة بجامعة عين شمس. الحقيقة ما كنتش يعني كنت عايز أجل الكلام عن موضوع الفطر الأسود ده، لكن بما أن وزارة الصحة هي اللي أعلنت فكان لازم نسترشد برأي أحد علمائنا.